الشركات الأهلية هذه تتميز بخاصية تنفرد بها على الشركات التجارية في مجال الشركات، لكن تتلاقى مع التعاضديات، تتلاقى مع التعاونيات. معناها عندهم عنصر مشترك هو أنها تنتمي للاقتصاد التضامني الاجتماعي، الإيكونومي سوسيالي سوليداري. وهذه الشركات اللي تنتمي لهذا المبدأ الاقتصاد التضامن الاجتماعي فيه مبادئ مختلفة عن الاقتصاد الرأسمالي. المبدأ هو المساواة، مساواة بالأفراد. احنا في مجال الشركات المساواة في رأس المال، معناها تحكمها قاعدة النسبية. إذا أنت تملك 20 أنت وزنك 20، إذا تملك 60 أنت وزنك 60. في هذه كبر حجمك أو قصر أو صغر عندك صوت واحد. المبدأ الثاني في الشركات الاقتصاد والضمان الاجتماعي هي الربحية المحدودة. الربحية المحدودة في وضعنا هنا أن الأرباح اللي تكونها الشركة يقع استعمالها في أوجه معينة، هي أنها تخضع لاقتطاع يكون مدخرات في حدود 15% إلى أن تبلغ المدخرات 50% من رأس المال. نعمل مقارنة مع الشركات التجارية، المدخرات الأجوبية هي 5% من المرابيح إلى أن يبلغ مجمل المدخرات 10%. إذن المبدأ أنه الربحية محدودة بالضغط على كذلك التوزيع المرابيح يكون محدود في سقف 35%. هذا أكبر ما يمكن توزيعه. وكذلك تخصيص 20% من المرابيح لغايات اجتماعية وبيئية. غايات اجتماعية وبيئية ايش معناها؟ معناها لي بارتي برونونت، معناها تعاون به الجمعيات الرياضية الثقافية، تحسين البيئة. هذا بالقانون، ضرورة تخصيص 20% من المرابيح التي تتأتى للشركة في هذه الاستعمالات. إذن الذي يرغب في تكوين هذه الشركات مع عنده فكر آخر، هو فكر تضامني واجتماعي، مش فكر رأسمالي ربحي بحت. معناها هنا العنصر الأخلاقي يطغى على العنصر، لكن تبقى نشاط اقتصادي، يبقى نشاط اقتصادي. أي. وفيه معناها بيع وشراء، وفيه ربح، وفيه نجاعة.